السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الأخ محمد معداوي، راجل جاي عنده شكوى مريرة جدا، بيقول إحنا عندنا بلاط موزايكو وبلاط أسمنتي في شقق قديمة، عامل مشاكل للناس والناس مش قادرة تكسر وتغير، وعايزين حل للموضوع ده. طبعا أنا بيجيلي أسئلة كتير، بدخل شقق كتير بيبقوا عاوزين يغيروا البلاط بس مش عاوزين رمل ويكلفوا نفسهم وتشوير ومشاكل كتير، واحيانا بيكون ارتفاعات عاليه دور فوق وبرضه مش عاوز ان هو يحط رمل تاني او حاجات زي كده، فعاوز يحافظ على الوزنيه بتاع البيت، فعاوز حاجه ايه كويسه يعمل شكل جمالي للارضيه بتاع البلاط المزيف ويلغيه خالص. هنعمل حل تحفه فنيه، هنحاكي الرخام، ارضيه رخاميه تمام. بطريقه بسيطه جدا، هنصنفر الارضيه، هندي كيما بوكسي 101 اس اف اللي هو البرايمر، البرايمر بوكسي اس اف تمام، وهنمعجن بمعجون كيما بوكسي باتي اس اف تمام، وهنبدا بايبوكسي، اي درجات ايبوكسي ملونه او ميتاليك او خليط ما بين الايبوكسي الملون العادي والميتاليك تمام، وهنعمل مع بعض دلوقتي وهنطبقه عشان نشوف ازاي نوصل للشكل ده تمام. يعني لو دي عند الارضيه اعمل اول مرحله ايه؟ هنصنفر تمام ثانيه واحده، وبعد كده هنبدا ندهن البوكسي يعني 101 اس اف. هنبدا نصنفر الاول. ننظف طبعا في الارضيه بنكنس وبننفخ في بلور ازاي عشان عينا احنا بنعمل قماشه، وبعد كده بندي كيما بوكسي 101 اس اف برايمر، وسيبه ينشف. طبعا بينشف قد ايه وقت؟ ممكن ياخد 3 4 ساعات. 4 ساعات بعد ال 4 ساعات 3 4 ساعات هبدا معجن. ماشي معجون كيما بوكسي تمام، وهنبدا نجرب مع حضرتك كده. هنبدا البرايمر نشف، هنبدا نخلط الايبوكسي كيما بوكسي باتي اس اف، وهنبدا نسب الخلط بتاعتي 10 ب 1 واخلط الايبوكسي ده زي المعجون الايبوكسيه دي، زيها زي معجون بلاستيك بالظبط، بنفس السهوله ونفس امكانيات التشغيل، مش محتاجه احترافيه عاليه يعني، اي حد يقدر يستخدمها. انا باخد منتج الايه واحط عليه منتج دي المعجونه واحط عليها المصلب واقلب كويس وابدا اسحب معجونه عندي زي اكني بدي اي معجونه بلاستيكيه كده. خلطنا نخلط كده نقلب كويس، نسحب المعجونه بتاعتنا. شايف فيها مشكله الفرق؟ لا جميله جدا زي المعجونه العاديه، زي المعجونه البلاستيك عادي خالص، مفيش اي مشكله خالص. الجفاف بعد قد ايه يا باشمهندس؟ الجفاف اديها 6 ساعات. وصنفر 6 ساعات، وده بيختلف طبعا من الصيف للشتاء. هي الفكره كلها بمجرد ما ابدا اصنفرها وتبدر معايا يبقى كده خلاص اشتغل. لقيتها بتعض في الصنفره استنى عليها كمان شويه، ودي طبعا على حسب درجه الحراره. خلاص كده خلصت المعجون، وطبعا المعجون سكينه 2 3 حسب الارضيه ما بتحتاج، الشغل عادي جدا. خلاص الارضيه استوت وبقت مظبوطه معايا، بصنفر وابدا اشتغل مرحله الايبوكسي تمام، وهنعمل شكل ارضيه ديكوريه بعد ما ينشف المعجون. خلاص تمام كده؟ كده المعجون نشف، هنبدا نصنفره. نبدا ننظف الارضيه بعد الصنفره. كده احنا جاهزين على الفينش. هنعمل ارضيه سوداء تمام كيما بوكس 151 اسود تمام. الاسود مع الميتاليك بيديني اشكال ديكوريه خطيره للارضيه بتاعتي، اكن عامل قطع رخام طبيعي. الميتاليك بتوفر منه الوان؟ الميتاليك عندي كل الالوان، فيه ذهبي وفضي ونحاسي ونبيتي وكله
عشان الاسواق بتختلف. والفض دي ممكن بلونه منه الدرجات الازرقات والاخضرات على حسب ما انا عايز. أوكي. ماشي. بس الارضيه السوداء دايما بتديني فخامه للارضيه. فهنجربها دلوقتي. وممكن افرد برول على طول او بمساحه ما عنديش اي مشكله. دي سمكه 1 مللي؟ اه بتبقى السمك حوالي 1 مللي، لما السمك بيبقى 1 مللي بيبقى مع التطعيم بالميتال بيبقى رائع. طبعا انا ممكن بشتغل برول عادي. يعني ممكن اعمل برول عادي. اه ممكن اشتغل برول او بفرشه باي حاجه، يعني مش يعني مش محتاج ان انا اعمل برول بيقطع بسكينه مشرشره زي السيلف ليفنج، لا اشتغل عادي خالص باي فريد وباي طريقه. ماشي انا خلصت فرد. خلاص كده انا فردت الارضيه وهبدا اطعمها بدرجات اللي هي الميتاليك. هناخد معانا نبيتي وفضي وهنبدا نقطع الاشكال بتاعتنا. انا عندي شكل اهو، انا ابدا نقطع بوزع، ممكن ازود شويه عشان النبيتي مع الاسود. طبعا انا شغال طري في طري على طول قبل ما ينشف. قبل ما ينشف. وطبعا انا بشتغل وانا شغال ممكن بشتغل زي ما ببقى لابس الصندل اللي هو بتاع البوكسي الصندل اللي هو بمسامير، وببقى رايح جاي على الارضيه وهي لسه طري في طري وما عنديش اي مشكله. طبعا انا بعمل عروق عشان ادي ايحاء ال وبعد كده وبعد كده انا بوزع بالهيتر نفسه طري في طري بيبدا يظهر معايا العروق. بوزع عرق تاني. كده بنبدا نوزع الالوان الميتاليك مع الاسود، بعمل تداخل اشكال رخاميه. تمام كده. لو حبيت ازود ميتاليك في اي وقت دلوقتي وانا شغال، طول ما انت شغال ابدا اعمل السيمتريه بتاع التجانس بتاعي بالالوان. لقيت حته عايز ازود لها نبيتي بزود، عايز فضي بزود، طول ما انا شغال بزود بعمل تجانس في التوزيع. وهي عموما العشوائيه بتدي شكل جميل فيها. اكن حته رخام زي ما احنا شايفين كده، قطعه رخام على الارض، حولنا ارضيه أسمنتية أو بلاط أسمنتي أو موزايك قديم لقطعة رخام. كده زي ما احنا شفنا مع بعض أرضية سيراميك قديم، بلاط أسمنتي قديم، بلاط موزايكو، إن احنا حولناه بمنتهى السهولة بدل ما نكسر ونشون رملة ونشون بلاط. وفي الآخر أنا بصنفر الأرضية، بدي برايمر 101 اس اف، بمعجن بمعجونة كيمابوكسي باتي اس اف، وابدا استعمل كيمابوكسي 151 وبطعمه بالوان ميتاليك عشان نوصل للدرجه دي او للدرجه دي او اي درجات احنا عايزينها. تديني ارضيه رخاميه
اللمعه بتاعتها عاليه جدا، مقاومه للاحتكاك، مقاومه للرطوبه، الست تقدر تغسل في الارض في اي وقت، تدلق ميه، انا الارضيه عندي معزوله تماما ضد الرطوبه، شكل جميل، شكل حضاري باقل التكاليف. وكمان فيها ميزه انه مش هيسرب ميه من تحت. لا ما هو خلاص عازل تماما. يعني عازل الارضيه تماما. ما بين الفواصل ولا هيلم بكتيريا. مقاوم للاحتكاك، شغل رائع جدا، ولا انا شونت ولا كسرت، وممكن في اي وقت عايز اعيد اللون مره واثنين وثلاثه، مجرد ما ادوش صنفره واستعمل ايبوكسي تاني وثالث، انا ممكن اغير الشكل بتاعي كل خمس ست اشهر. ما فيش حاجه اسمها تكسير، ما فيش حاجه اسمها تشويه. ممتاز، اتشرفت بكم، وطبعا مش عارف اشكرك ازاي على المعلومات القيمه دي، والف شكر. تحت امرك، وان شاء الله مع نتمنى ان احنا نلتقي في كذا لقاء عشان نفيد الناس باذن الله. ان شاء الله ربنا يديك الصحه. شكرا.